المجلس قايم بدور كبير، وطبعا على راسهم سياده النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العربي الاستاذ سامي عاشور. وقام في هذه الدوره بالذات عمل يعني اشياء كثيره جدا. هنجيب بقى من احدث الاشياء. هذه الاشياء وضع اساس، حجر اساس اكاديميه المحاماه في 6 اكتوبر. الاكاديميه بتخدم جميع المحامين وبتخدم مهنه المحاماه عامه، مش المحامين فقط. هذه الاكاديميه لما تخرج محامين على مستوى عالي من المهنيه ومن الرساله، يحملوا الرساله، هي بتخدم المجتمع باسره، مش تقصر على المحامين فقط، لا، لان المحامين متصلين بالمجتمع كله، كل المجتمع بيبقى مع المحامين وبيبقى هو بينظر اليهم. احنا زودنا معاشات، زودنا العلاج، نسب العلاج زادت، زودنا، نقينا الجداول، كل هذه الامور وهذه الزيادات، كل هذه الامور وهذه الزيادات كلها لم يتحمل فيها المحامي اي عبء زياده، وانما كلها من ارشاد وترشيد الانفاق. واحنا طبعا بنتمنى دوام النجاح ودوام التوفيق، واحنا رايات بنسلمها، اجيال بتسلم اجيال، وان دايما النقابه في المقدمه. وانا بشكر اللجنه، وبشكر النهارده سياده النقيب لحضور البني سويف لالتقائه مع محامين زمايله، اولاده، تلامذته، موجودين كلهم النهارده في استقباله، وان شاء الله يبقى يوم كويس وكريم جدا. واشكركم على هذا الحضور، ويعني نتمنى دايما التوفيق والنجاح للنقابه ورفعه المحاماه. بقول ان السيد سامي عاشور الاستاذ النقيب العام رجل المرحله، وان انجازاته في الفتره السابقه بتدل على ان هو رجل المرحله الحاليه والقادمه. من الانجازات اللي اتعملت تنقيه الجداول، ركزت تنقيه الجداول، علت قيمه عضو النقابه وقيمه كرنيه النقابه نفسه، وتنقيه الجداول زودت المعاشات وكان السبب كبير فيها، وحسنت من البرنامج العلاجي للمحامي لان هي قللت عدد المشتركين. والقيمه لما اي قيمه بتزيد قيمتها في حاله ما بيقل عدد المنتفعين بيها. فهو النقيب العام قام بدور ايجابي في الفتره السابقه. ومن الانجازات اللي هو عملها النقيب العام برضه الاستاذ سامي عاشور الاهتمام بدور معهد المحاماه، ومش الاهتمام بدور معهد المحاماه، تنميه وتطوير معهد المحاماه وتحويله الى اكاديميه للمحاماه. ده بيدل وبيعبر على ان الراجل ده له نظره مش حاليه، لا، ده نظره مستقبليه. وانا بعرض على السيد النقيب العام في التطوير، لان الاشتراكات السنويه بتمثل عبء على الموظفين، وده اقتراح هو ممكن يدرسه وممكن يفحصه، وقابل للصح وقابل للغلط، ان ممكن الاشتراك بدل ما كل سنه يبقى كل سنتين، كل ثلاثه، او لكل مرحله، يعني الجزء في نهايه المرحله بتاعته يسدد الاشتراكات مره واحده، الابتدائي يسددها بدايه المرحله الابتدائيه كذلك يعني. فده هيخفف عبء على الموظفين وهيساعد برضه، بيخفف على المحامي، مش كل سنه انا بسدد الاشتراك، انا ممكن في الابتدائي اسدد الاشتراك الخمس سنوات مره واحده، فهيخفف عبء على الساده المحامين. أكاديمية المحاماه من المعاهد التعليميه اللي هتنمي دور المحامي وهتحافظ على مكانه المحامي، يعني الغرض منها الاهتمام بشان المحامي، لان المحامي لو درس جيد وفاهم مهنته على اصولها هتجد ان الاخطاء منه قليله، هتجد عنده العلم الكافي اللي هو يحافظ بيه على حقوق المواطن ويحافظ بيه على حقوقه الشخصيه، وهتجد ان المشاكل نفسها، مشاكل المهنه بتقل، والاحتكاكات مع الغير هتقل، لان الراجل ده هيطلع مؤهل او هيتخرج مؤهل انه يلبس ويرتدي روب المحاماه ويمثل ويبقى عضو مشرف لنقابه المحامين في اي مكان، سواء قطاع عام او قطاع حكومي او في مجال المهنه الحره. وانا بقول الاستاذ سامي عاشور رجل المرحله الحالي، وان شاء الله بنتمنى انه يكون رجل المرحله القادم، وتهنئتي ليه وتحياتي ليه. طبعا
طبعا احنا بنشرف بالسيد النقيب العام استاذ سامي عاشور نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد محامين العرب لحضوره لمحافظه بني سويف، وده تشريف لينا ان سياده النقيب ان شرفنا النهارده وتحت ظل قيادته في الفتره الماضيه. طبعا لمسنا الانجازات بمجلسه بقيادته، انا هقول بعض الانجازات البسيطه جدا وتتمثل فيه. اهم انجاز انا حاسس بيه كمحامي اديلي 25 سنه محامي هو تنقيط الجداول. طبعا هذا القرار كان قرار صائب وحكيم جدا لكي ان المحامي يتمتع بنقابته، انما النهارده سياده النقيب بيقضي على غير المشتغلين وبيحاول يبث جميع المميزات للمحامين المشتغلين. ده يعتبر من اهم انجازات في تاريخ النقابه في عهد النقيب سامي عاشور. ايضا انجاز اخر مهم جدا 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 وهو الحد الادنى للمعاش اللي كانت كل النقابات الفرعيه على مستوى الجمهوريه تعتبر نقابه المحامين من اعلى الدخول في المعاشات على مستوى الجمهوريه، وخاصه بعد التعديل وبعد الجمعيه العموميه الاخيره اللي اقرت المعاش بحد ادنى 1000 جنيه وحد اقصى 3000 جنيه. ده اسلق صدورنا كلنا، والنقيب وعدنا في الدورات القادمه ان شاء الله هيبقى المعاش اعلى واعلى باذن الله تعالى. فاحنا النهارده في ظل ان شاء الله هذه القرارات الجميله التي في صالح المحامين، ايضا اكاديميه المحامين الصرح الجميل اللي تم افتتاحه امبارح ده تمام، صرح عظيم لنقابه المحامين هيضع لنقابه المحامين كرامه ومهام كبيره امام الساده المحامين، لان النهارده مش هيمارس المهنه ويشتغل بيها غير المحامي اللي عايز يتعلمها وعايز يخش الاكاديميه. هذا قرار صائب ونحن معه في هذا القرار. اخيرا بالنسبه للمعاشات، بالنسبه للعلاج، الطفره اللي تمت في موضوع العلاج في التعاقدات في الحاجات الجديده تمت في موضوع العلاج، النقيبه بتسير بخطى ثابته بمميزات جديده للمحامين. انا النهارده بقول لسياده النقيب سير ونحن وراءك في تطور مستمر ان شاء الله، ودعما لسيادتك ودعما لخصومك الكريم، ومن هنا من منبر هذه القناه بنعلن تأييدنا محافظه بني سويف نقيبا واعضاء وجمعيه عموميه، تأييدنا للسيد النقيب سامي عاشور في كل ما يقوم به في صالح المحامين. فانا بقول المرحله الجايه ان شاء الله بعون الله تعالى احنا كلنا قلب رجل واحد، واحنا عارفين مصلحتنا، ودايما انا اقول المحامي الوحيد يعني شبه الوحيد الذي لا يوجه، محامي عارف مصلحته فين وعارف نقيبه مين وعارف نقابته مين وعارف اللي بيدافع عن كرامة المحامي مين واللي بيجيب للمورد للنقابة مين واللي بيسعى مين. والطفرة الماضية خير دليل، احنا ما بنقولش ولا سيادة النقيب سامي عاشور عمل طفرة بصراحة، كان جندي مجند للنقابة. شوف أنا أقول لك الحاجة، النقابة دي من 1912 بنتكلم كلنا وكل المجالس السابقة كانت بتتكلم على حاجة واحدة، التنقية. ما جرؤش نقيب يخش عن تنقية إلا الأستاذ سامي عاشور بأمانة، تحسب له والتاريخ سيسجل له هذا، هيخلي المحامي محامي وليس محامي يمتهن بمهنة أخرى ولا حرفة أخرى. المحامي هو المحامي ولا بديل عن كونه محامي، لكن احنا مش عاوزين شخص معه كارنيه، لا احنا عاوزين محامي يحمل كارنيه المحاماة. آخر إنجازات النقابة العامة متميزة ومتميزة للغاية. نقيب العام بعد سلسلة التعديلات والتنقية والإجراءات المشددة في استغراق كارنيه المحامي، أصبحنا النهاردة العدد غير متوقع على الإطلاق، أصبحنا 150 ألف محامي. العدد قبل كده كان عدى 700 ألف. النهاردة الإنجازات، آخر إنجاز امبارح وبالأمس السيد النقيب العام وضع حجر الأساس الأكاديمية. هذه الأكاديمية نقلة تاريخية في نقابة المحامين. أصبح النهاردة المحامي اللي عنده مشروع وخيال إن هو يبقى محامي يتمنى هذا المشروع، مشروع المحامي. النهاردة العدد هيبقى عدد متميز. النهاردة المحامي اللي هيبقى معاه كارنيه محاماة هيبقى ليه حصانات وليه مميزات متوفرة للمحامي فقط. أصبحنا في نقلة تاريخية. النقيب سامي عاشور للأمانة وصل بينا لبر الأمان. النقيب فعلا سامي عاشور فارس الكلمة، فعلا قاد مركبة النقابة إلى بر الأمان. إحنا جميعا بنوجه له الشكر وبنقول له شكرا شكرا سيادة النقيب وفي مزيد وإلى تقدم مستمر. والله لو اتكلمنا في إنجازات سيادة النقيب الأستاذ سامي عاشور نقيب محامين مصر
ورئيس اتحاد المحامين العرب، هو دائما يحمل شعار يعتز به دائما ولن يفرط فيه، نقابة راعية ترعى شؤون أعضائها دائما. ومبلغ اهتمام سيادة النقيب مبلغ لا ينكر، ومجهود لا ينكره إلا مقل أو مخل. الفترة اللي فاتت كانت نقابة المحامين على حافة الهوية بشأن هذا التداخل الغريب وإصرار القوى المعادية للنقابة وحقوق المحامي، أبسطها الإصرار على قيد الغير مشتغلين والسادة الحاصلين على التعليم المفتوح، لصنص الحقوق من التعليم المفتوح أيا كان انتمائهم أو طائفهم، وهذا أمر لا يليق أبدا. الحد الأدنى فيه عندما قبل سيادته قيد السادة المحامين لحملة الثانوية العامة، ده حفاظا على المستوى الفكري والمهني وأقل ما يمكن أن يلم به المحامي. لو حسبنا وحبينا نتكلم في إنجازات سيادة النقيب، والله بأمانة وليس رياء أو نفاق أو دفاعا عن الأستاذ سامع عاشور، إنما هو دائما يسعى لمصلحة المحامي ويتحرى كل أمر فيه مصلحة المحامي وكرامة المحامي، بداية من تدخله الكريم في صياغة الدستور وتعديل بعض المواد المتعلقة بحصانة المحامي ومهنته وكرامته إلى آخره، مرورا بسقف العلاج الخاص بالمحامي، مرورا أيضا بتنقية الجدول والاهتمام بمعهد المحاماة، وآخر هذه الإنجازات كان بالأمس بحضور السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب الذي وضع حجر الأساس في مدينة المحامين لأكاديمية المحاماة. وكل هذه الأعمال من شأنها الحفاظ على كرامة ومهنة ورفعة شأن المحامي، باعتبار أن المحامي حسبما اشترط على السلطة أستاذ سامع عاشور نقيبنا هو بنفس اللفظ شريكا للسلطة القضائية، فيجب ألا يقل احترامه وتقديره عن أي أعضاء السلطة القضائية. شكرا للأستاذ سامع عاشور، وتحية من القلب للأستاذ سامع عاشور، ونحن معك يا نقيبنا المحترم قلبا وقالبا من أجل رفعة وكرامة وشأن مهنة المحاماة.